والشاب واللي تزاد في المغرب وكان كيبان ليه كل شي زوين، والشاب واللي عاش في الفقر وكان ديما سعيد، والشاب واللي عنده امل كبير باللي غادي يجي واحد النهار وغادي يتبدل فيه كل شي، والشاب واللي سخرات امه يجيب خبز من الفران وبقى كيلعب بالترومبيه، والشاب واللي خرج نقي من الدار ورجع حالته حيت بقى كيلعب مع الدراري كوره، والشاب واللي تقطع عليه السروال على ود خمسة ديال البيات وخدا قتلة من عند امه، والشاب واللي كان كيجمع الكويحة والقراعي والخبز كارم وكيبيعهم باش ما يقولش الوالدي يعطيوني، والشاب واللي بشدة الفرحة كان كينعس مع حوايج العيد، والشاب واللي فاق معطل وصلت في الطوبيس باش يمشي للمدرسة، والشاب واللي معروف عليه الخير في دربهم وكيعاون صغير وكبير، والشاب واللي الابتسامة ما كتفارقش وجهه بالرغم من المشاكل، والشاب واللي كيقرا الليل والنهار باش يفرح والديه، والشاب واللي تسد في وجهه البيبان وبقى كيتقاتل يتقاتل حتى حل الباب فيهم، والشاب واللي خدم في الصيف باش يهز راسه ويعاون خوته ووالديه، والشاب اللي فكر يحرق ولكن ما بغاش يخلي والديه، والشاب اللي كينصح الدراري بالصلاة والرياضة ويبعدوا على البليه، والشاب اللي عنده بزاف ديال المواهب وغير الظروف اللي ما مساعداش، والشاب واللي ضربوا الاستاذ في التيو حيت ما دارش التمارين وشد في الحديده ديال الطاوله باش يبرد يده، والشاب واللي هبطات منه الدمعه وخرج لسانه باش يدوقها ولقاها مالحه، والشاب واللي تسخر يجيب العدس وتشتت ليه وجمعه مع الناس، وهذا الشيء كامل اللي قلت غير مقتطفات من حياه اي ولد الشعب، وتحياتي ليكم.